تظهر هذه هي تتمثل في تتويج لنشاط نوادي الفنون الجميلة ونوادي الخزافيات ونوادي المرأة المبدعة في سائر التعبيرات الفنية والفنون الحرفية. معنا سنويا تأبنا على أنه نتوج الأنشطة تاع موسم كامل بثلاثة أيام في مهرجان الإبداع وامرأة اللي مش تتمثل حيثياته في معارض متنوعة في الخزافيات، معرض في الفن التشكيلي، معرض في الإنتاجات التراثية والمحامل الخشبية وسائر الفنون اللي أبدعوا فيها النساء، واللي في مرحلة أولى تكون هذه فرصة باش يعبروا فيها على إبداعات وعلى تطلعاتهم وتكوينهم كيفاش يتعمق في الفنون هذه لفتح آفاق ثانية. الآفاق هذه متصلة ببعث المشاريع الصغرى لأن النسق مع ديوان الصناعات التقليدية في تمكين الحرفيات من بطاقة محترف اللي عن طريقها ينجموا يتحصلوا على بعض الضمانات البنكية والقروض البنكية لفتح مشاريعهم.